هذا اللقاء كان هدف منه الأساسي وهو أولا تعبئة كل الأطر الوزارة من أجل تهيئ للموسم الشتوي. كما تعلمون فهنالك العديد من التساقطات الثلجية التي ستكون سنويا وكذلك الفيضانات، خصوصا نحن مقبلين مع التغيرات المناخية إلى تكثير وتكثيف هذا النوع من هذه التساقطات، وبالتالي فاعتبرنا أنه من الضروري أن يكون هنالك خريطة طريق وتنسيق وتعبئة كل الموارد البشرية والمادية من أجل ضمان استدامة السير الطرقي في بلادنا، والعمل على كذلك تقوية وتسريع التدخلات من أجل فك العزلة عن العديد من المناطق القروية، وكذلك العمل على الحفاظ على حياة المواطنات والمواطنين. وفي هذا الإطار كذلك كانت فرصة للقيام بزيارة تفقدية في مدينة إفران التي تزخر بالعديد من الآليات التي سيتم استثمارها واستعمالها من أجل التدخل في هذا الإطار وضمان هذه الاستدامة.